ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة عام الفيل. أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأعجبه وصار يدنيه على أولاده ويقربه، ألقى الله له القبول في قلب جده حتى حنى عليه حنوا شديدا. ثم توفي جده في السنة الرابعة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد به إلى عمه أبي طالب، وكان رجلا كريما شريفا مهابا، فخلف أباه في كفالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحنى عليه حنوا شديدا إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام، وبلغ عليه الصلاة والسلام